زقاق مزدحم، إنه أحد أروقة مجلس النواب، سكانه الآن من المعتصمين. على طول هذا الخط سارت كل الدورات التشريعية ما بعد العام 2003. اجتياز هذه البوابة حلم كل سياسي طامح. البسطاء الوافدون ملوا تكرار تلك الأحلام. هذه هي القاعة الدستورية، كبرى قاعات مجلس النواب. لطالما صوت لحكومات على مسرحها، المعتصمون أبقوها في قبضتهم، أبوابها المشرعة لهم يبدو أنها ستبقى مغلقة بوجه الكتل السياسية حتى تلبية مطالب المحتجين. إنه اليوم الخامس من الاعتصام، المحتجون ثابتون في مقاعد النواب الشاغرة، مطالبهم ما زالت صلدة، إخراجهم من هذا المبنى يحتاج تنازلات صعبة. تشكيل حكومة طوارئ، هذه الحكومة تتبنى تعديل الدستور، الدستور فقرات الدستور أغلب فقرات الدستور هي من سببت هذا الدمار والخراب للبلد. للأسف العراقيين عندما صوتوا على الدستور صوتوا بدون اطلاع على الدستور ولا قراءة فقرة واحد من فقرات الدستور. جو الصالة الرسمي والمكيف لا يتناسب مع انحدار البيئة الخدمية لغالبية المحتجين القادمين من وسط وجنوب البلاد. ليش ما عندنا صناعة؟ ليش ما عندنا زراعة؟ ليش ما عندنا مي؟ تركيا تلعب علينا، تضحك علينا، تجارة ونفط على مصراعيها وما يحاسبونهم وما يأخذون حقوقنا من الماء. دعوة التيار الصدري للاعتصام داخل مركز التشريع العراقي سمحت للكثيرين بتقدير حجم البون الواسع بين الوعود الانتخابية والواقع. إنها بقعة لا يمسها إلا المنتخبون. حزم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.